كفوج اي ما عندنا اكثر من البي كيسي وما عندنا اكثر من البندقيه، حتى كل الفوج الرابع ما عندي غير احاديه واحده على عجلاتي، عجلات الحمايه اللي ايضا دزيتها تعزيز على قاطع الاقتصاديين. يعني انتم سلاحكم الشرطه كله بندقيه وبي كيسي نعم. وجتنا قناصه الفتره الاخيره وهمرات ما عندكم؟ همرات ما عندنا، كان عندي همر وحده صرف ليها سيد قائد الشرطه 22/9 استهدفها انتحاري وانفجرت. يعني ما عندكم همرات؟ ما عندي اي همر، اي عجله قتاليه عدا عجلات الشرطه البسيطه. زين نرجع انت على المعركه اللي دارت بعدها شلون صارت؟ بعدها صار الانسحاب تدريجي لحد ما وصلنا مقر السرية الأولى. أي. تمكنوا من عدنا، يعني هو تموز جنبك تعرف سيد الشارع واحد. أي. وهم سيطروا على أفرا. مقدم رباح نفذ عتاده وانسحب تقريبا بالتسعة إلى تسعة ونص، انسحب من منطقة الاقتصادية. سهل دخول الدواعش من منطقة الوادي جلاقة ومن شارع 60 باتجاه حصرة السرية الأولى. الجهة اليمنى هذه أفرا أيضا جونا منها متسللين من الحاوي. متسللين من الحاوي، فسيطروا على تموز بالكامل. سقطت السرية الأولى، السرية الأولى اللي جنبك وقفت يمها سيد من جيتنا قبل الأحداث. هاي رجعت ثاني سحبت، كان معي عقيد ركن سعدون وصرت على ثلاث الشياطين. ثلاث الشياطين مقر السرية الثالثة اللي هي مسؤولة عن شارع حي النجار. وبقينا تقريبا ساعة احنا قتال حتى أنا بدي القناص وعقيد ركن سعدون كان موجود معنا وحماية الخاصة. بقينا قتال أيضا ضغطوا علينا من كل الاتجاهات، لأنه يعني تمو صارت أعلى من عندنا ووادي جلق على يسارنا وعلى يميننا منطقة الحاوي. فانسحبنا تدريجيا، سحبت إلى منطقة الحاوي للسرية الثانية. السرية الثانية ما صار عليها لا تعرض ولا أحد قدر يصل يمها، لأنه كان بعد ما رجعنا خلينا الأحادية على الجسر ومسيطر على منطقة الحاوي تماما. هم جمعوا سيد وين جمعوا؟ جمعوا في منطقة مشيرفة، قرية مشيرفة وقرية حليلة والخربة، يعني هاي المسافة اللي جوها من الحدود السورية. يمشون بكل هاي المناطق وجو جمعوا هنا وكل قيادة هنا وكل الناس تعرف انه اكو عملية هجوم. طيب الاجراءات شنو؟ هاي الناس اللي مشوا وصلت من الحدود الى استقروا بمشيرفة. نعم. قرية مشيرفة كانت قرية مشيرفة اللي قريبة من المشروع المهم. قاطع منه؟ قاطع الجيش، سرية المغاوير اقرب الناس عليهم. قاطع الجيش هذا مشروع الماي. هذا مشروع الماي. اي. وهذه قرية مشيرفة. اي. هذه قرية مشيرفة. وإليها هنا قرية الخربة وقرية حليلة. اي. وصعودا الى قرى بادوش. نعم. هذا قاطع الجيش. تجمع سيدي تجمع دواعش صار بهاي القرية. نعم. يعني هذه قرية رضوان طالب الحمدون. وقت الالتقاء تجمعوا في قاطع الجيش. نعم. الجيش ما بلغ عن هذا التجمع في قاطعه. سيدي هو كل الأوامر كل التبليغات يعرفون أنه أكو هجوم على هذه المنطقة، بس هي استحضارات اللي قدمها الجيش للهجوم شنو؟ أكو استحضارات. بدليل أنه جات الناس اتجمعت وهجموا على شارع 60 بسهولة بدون قتال، أخذوا الآليات منهم. جانا من قاطع لواء السادس، ولكن قاطع لواء السادس ما كان ممسوك صحيح، ما يعني ما في قوات ولا بي قوة ولا صار اشتباك. يعني احنا سابقا بالايام اللي قبلها بالايام الاعتياديه اذا طق عبو على شارع 60 ويصير مصادمه وراها طق عبوات مرات الشرطه يضربون طلقات وجنود يضربون طلقات. احنا كفوج رابع في 17 تموز نسمع الرمي نتهيأ. في هذه المعركه ما سمعنا اي اطلاقه على شارع 60، يعني ما صار اي اطلاقه. الاطلاقات صارت علينا مباشره، فتحت علينا من شارع 60 على النقطه اللي يعرفها السيد القائد اللي هي تموز 4 نسميها اللي على سيدنا الاقتصاديين. نعم. وانفتحت من مشيرفة واتصل بي قائد العمليات وانطيته موقف، قلت له اني حاليا في 17 تموز وكنت راجلا. كنت راجلا ضمن الافرع، ولو قلت له سيد الموقف وطمنته قلت له الموقف زين، عندي جريح واحد. هذا تقريبا الساعه هذا يوم 6 حزيران. 6 حزيران الفجر. 6 حزيران. جانا التعزيز من قيادة الشرطة 2 اللي هم جماعة فوج الشهر. جاء مقدم ريان معه ثلاث رباح العفو معه ثلاث عجلات. وزعناهم على الاقتصاديين اللي يصدون منطقة وادي جلاق. نعم. بقينا باشتباك معهم لحد ما صار الساعة تقريبا بالتسعة الصبح. قبل التسعة الصبح بالساعة 6 الجانب الغربي على شارع 60 أنا باني بناء كله، بحيث من الهرمات اللي يعبر على شارع 60 على تموز ما يقدر يفوت لا آلية ولا راجل. دخل رتل بدايته همارين الجيش دخلوا من شارع الشيخ أبو طه، يعرفوا السيد الطاهر. ناداني الشرطي اللي مقابلهم بالبرج قال سيدي جت همارات مال الجيش رتل دخلها. همارات مال الجيش. قلت له ابني هذا جانا تعزيز. نعم. تعزيز للموقف ماني. يعني مرات الجيش يحسبون نفسهم هم السلطة العليا، يجي يفتح حائط يفتح مصاد يفتح ويمشي.
وراها مباشرة وأنا قريب من هذا الشط 100 متر. كم همر جاكم؟ جانا همرير وما يقارب 15 إلى 20 بيكم. معاهم؟ ناداني قال لي سيدي هذا مو تعزيز، هذول وياهم بيكمات ومحمين وحاديات وناس لابسين مدنيين. قلت له بالمباشر افتح النار عليهم. عايد المجهد. فتحنا النار عليهم واحنا الاشتباكات بادية يعني. صار الساعة 9 طلبوا التعزيز. قطعوا هذا الشارع وقطعوا السرية الرابعة. صار اشتباك. اشتباك من الثلاث ونص احنا مشتبكين معهم. ما جاكم تعزيز؟ ما جانا أي تعزيز، جانا فقط شرطة اثنين وجانا فوج للشغل. ناداني المخابر واعتقد شان اللواء خالد سلطان كان موجود بالحركات. قال سيدي جت 5 همرات وقفوا باب النظام. معاهم مقدم اعتقد مروان من العمليات. من العمليات. قلت له دز ليهم على تموز، خلي يجوني على تموز. هذول كان يعني نقدر نفوت بهم على السرية الرابعة نخلصهم. نعم. نادى أبو الحركات مالتي عن طريق باب النظام، أبو باب النظام يقول أنا ما عندي أمر أفوت على تموز. ناداني قال سيدي يقول ما عندي أمر أفوت على تموز. تعال الجاي. هذا التعزيز اللي جان. يعني وين جاي؟ على الجاي هو إذا ما يفوت على تموز. تعزيزه بس مقر الفوج يعني يقف على باب. يقف على باب مقر الفوج ماله. أنا مقر الفوج. ناديت أنا على المخابر قلت له بلغوا ينسحب أنا ما أحتاج هيك تعزيز. يعني ما قبل هو جاء صار عندك في مقر الفوج. مقر الفوج جنب الفندق وقف تمام. بس ما قبل ينزل إلى ساحة القتال. إلى ساحة القتال. لا ما قبل. قال ما عندي أمر. أعتقد مقدم مروان من قيادة العمليات. يقول ما عنده أمر. قال ما عندي أمر أدخل تموز. هذا نص كلامه. نعم. بس قاتل أو قتال شرس. بعد الساعة 9 من أي ساعة؟ من الساعة 3:30 الفجر. من الساعة 3:30 إلى الساعة 9. إلى الساعة 9. 6 ساعات. 6 ساعات. قاتلوا ما جاهم أي تعزيز من قيادة العمليات. ايش قد تبعد والله قياده العمليات عن المكان او مقر الشرطه الاتحاديه عن هذا المكان؟ اقرب فوج علينا فوج الثاني لواء الصوله اللي هو الزنجيلي. ايش قد يبعد؟ كم مسافه؟ كم كيلومتر عن مقر الفوج؟ بالماكو كيلومتر، بالامتار يعني. بالامتار. بالامتار 200 الى 300 متر حد اقصى. 300 متر مقر الفوج. الباب النظام. أي فوج؟ فوج الرابع عن فوج الثاني لواء الصولة. لواء الصولة مع شرطة الاتحادية. شرطة الاتحادية 200 متر. عقيد وجدي شان أمره. وما وصلكم أي تعزيز؟ لا ما وصل أي تعزيز. أي تعزيز ما وصل. هذا المكان سيدي اللي ليش أقول لك من هنا هذا واجب الاتحادية. أبرو. تذكر اللي كان معروف بحي النجار؟ إيه. حولوه بعد ما سحبوا الاتحادية. هو التنكر مين هذا؟ تنكر مال الجيش. تنكر مال الجيش. مال لواء السادس. نعم مال الغنائم ماله مال السادس. لحقوا فخخوه بذاك اليوم يعني بهاليومين. زين طلعوه متقاطع حي النجار باتجاه بيت المحافظ السابق دريه كشمولي باتجاه تقاطع الزنجيلي. تقاطع الزنجيلي كان فارغ من القوه تماما، لا شرطه محليه ولا الشرطه الاتحاديه اللي هم مسؤوليتهم، ولو كان موجودين الاتحاديه بهذا المكان ابو تنكر كان يقدر يجي من هذا الطريق. جاء وصدم. أشهد على الخريطة من جاء التنكر. سيد إيه هاي المنطقة اليمين؟ هذه مسؤولية مدير شرطة أم الربعين. أي. وهذه إيه هاي المنطقة؟ إيه هذه مسؤولية الشرطة الاتحادية. نعم. شرطة الاتحادية. اليوم الثاني انهار خط الصد، صار تفجير في مديرية أم الربعين. وانهار خط الصد بدون هجوم وبدون كل شيء على أثر التفجير. اتصلت أنا بالقائد، قائد العمليات. قلت له سيدي خط الصد انهار. قال لي هاك احكي مع الفريق، ما حدد اسمه أنا قائد ولا قنبلة. نعم. حكيت معاه قلت له سيدي اسمع الطلقات واسمع الهوسه واسمع الهزمه وبدون اي قتال بس مجرد فجره ام الربعين. ورا اكثر من 3.25 ساعة تقريبا جت قوه من الفرقه الثانيه دخلت هاي المنطقه ورادت تدخل باتجاه حي النجار. التنكر المفخخ كان موجود بالضبط بالضبط يعني بيت الاستاذ رايد الطالب ابو خضار موسى. ضربوا اول همر بالقناص وقفت الهمر ووقف الرطل كله. احتمال ضربوا السيارة الثانية للقناص انسحب الرتل. يعني ضربوا بالقناص ايش صار الهمر؟ بنشروا التيارات. بنشروا التيارات مالها وقف. هذا رتل عامل لكم محسن. هذا عامل لكم محسن يقول معركة 23 همر يقول احتلقت. يقول 23 همر احتلقت عندي. كم همر راح له؟ بس بداية الرتل يعني ضربوا احتمال بنشر الهمر شو يصير له؟ ما كثر عليه من بعيد البيكيت شو تريد؟ شو تريد تسوي؟ هذا المفخخ الانتحاري الجبهي جامعه ما انكسر، ما ينكسر، لا جامعه ولا ما ينكسر. على اثر ضربه بدايه الرتل بالقناصين انسحب القوه انسحبت ووقتها المكان فار. يعني هذا الوقت اللي دزوا قائد الفوج فوق 20 همر. نعم، قال استرجعنا الفندق، الفندق اصلا احنا بيبي يعني ما ساقط ما موجود.
ودز الهامر، انضربت هامر واحدة دز رتل سيدي من الهامر، رتل من الهامرات 20 هامر، انضربت مقدمة الرتل، مقدمة الرتل سحب السرية السيارة الأولى واحتمال الثانية ايه بنشرن وراه انسحب الرتل سحب الرتل كله رجعنا على ما هو عليه. نعم رجعنا على ما هو عليه. اليوم الثالث بقت أربع همارات، أولهن يم الفندق واتجاهها باتجاه القاطع الأيسر. وخبرني السيد القائد قال لي جاي عليه تطالع عشان أنا بالفندق شمت أطلع قفلي من الجيش لا يضربونه. قلت له والتليفون نص العبارة موجود السيد القائد. قلت له سيدي والله هذول جماعة الجيش تعال شوفهم اللي يضربهم ما يضربون. ونزل السيد القائد قلت له سيدي شوفوا عينك هاي واحدة هاي اثنين هاي ثلاثة عديناها أربعة واعتقد أن طبيعي موقف القائد عمليات أربع سيارات أولهن يم الفندق. الهمر القريبة اللي كانت يم الفندق أولهن والباقي وين باتجاه على الجسر باتجاه الأيسر باتجاه الأيسر يعني مو شكلهن واتجاهها أشرنا بالله يم الفندق أول وحدة أول وحدة يم الفندق هنا والباقي انتشرتين على الجسر على الجسر بذاك الاتجاه نعم. على المنطقة الآمنة نعم. نعم. الهمر الأقرب صارت هذا اليوم الثالث الهمر الأقرب همر مقدم ريان اللي هي جماعة سرية السوات سرية السوات جانب هذا اليوم الوحيد الأطلال الوحيدة مع عقيد ركن التميمي أمر اللواء 12 حسين حسين التميمي يعني ما جاكم قبلها؟ لا ما جاء هو ذاك اليوم وجاء على شنو خبرنا المرافق القائد قال أمر اللواء يمك السيد القائد يقول قلت لا ما يمي ولا شايف جاء وراها بسرعة قال من أنت موقف قلت لا أنا أعطيك موقف أنت ما موجود خلطت لنا أقول له موجود وصارت مشاحنة بيني وبين الكرام واحدة صارت مشاحنة مع ريان هو ريان أيضا صارت هاي إحنا بالفندق وطلع بعدها ما شفنا بهذه الأثناء وطبعاً هو خط الصد كان تحت قيادة من؟ تحت قائد العمليات الكلام بس من واجب الفرقة الثانية في مركز خط الصد ثاني يوم 8 سنون صدر أمر عمليات من قائد العمليات الفرقة الثانية تكون مسؤولية الخط الصد من قبل قيادة الفرقة الثانية وليس مديرية شرطة النيران هالشكل يعني خط الصد صار قيادة عمليات الثانية من أي يوم؟ يوم 8 يوم 8 نعم هو جاي يوم 9 اللي هو يعتبر مسؤول على خط الصد امر اللواء 12 جاكم بعدها بيوم بعدها بيوم يوم 9 حتى من قال لي انا مسؤول قاطع ما حد يطلع امر ولا كذا قلت له الله جابك ما زال جيت انت امر قاطع احنا حاضرين جيب لنا هماراتك خلينا نفوت على تموز هذا بعد مشاحنه بالكلام صارت ثانيه نعم جاء معد عداني زي الصفر قام يضرب هاونات اللي قام يضرب هاونات وقلت له سيد القائد قال ما يصير تضرب العلم تنزح قام يتني قال نضرب قلت له ما تضرب تلاقينا تلاقيت انت وياه نعم استلم معد عداي خط الصد بالكلام ما استلم رسمي بالليل الساعه 6 خابرني يعني الساعه 7 خابرني ايش قام يضرب هاونات على الناس على تموز وعلى الناس حين العوائل الناس قد تنجح قام يضرب هاونات لا مو شخص ما شخص الناس نعم قام يضرب عن المنطقه المنطقه احنا قلنا له لا تضرب اذا ما يصير تحديد هدف لان وقتها ثاني يوم دزينا عقد لكم عيسى الله يرحمه على بطارية الهاونات اللي بالفرقة الثانية وكنا نصحح له بالتليفون جامع الصحابة تلت بشيرفة قلت حليلة فقلت له لا تضرب عشوائيا نعم. قال له أنا أضرب وخل تحترق كلهم قاعدة كلهم داعش قلت له مو كلهم داعش قال لي على شارع 60 موجودة من 60 إلى 70 سيارة مع الوحاديات على شارع 60 يعني هو كان محمد عبد السلام كان يعطيكم أهداف وهو متفق معاهم ويعطيهم أهداف وقال لي أيضا أكو قوة مع الشرطة اللي تأثروا من عندي قال لي موجودين كلهم بالملعب اللي هو قريب من مدرسة الوراء وقريب من بيت الشيخ الوطان فطلعنا مع العميد وحددت له هاي الأهداف قلت له هذه يعني شارع 60 المي وهذا ملعب الرياضة المي جابوا لهم 120 وقاموا يوم هذا فيما يخص العميد هذا